وبعد كده بقى انكل اكرم فريد شافني وخدني في فيلم، شافك منين بقى؟ من التلفزيون؟ ما كانش خدني حاضر. في القناة، شافني من القناة، ورحت في الكاستنج من ضمن بنات كتير قوي، وانا الوحيده يعني قعدوا يصفوا كذا مره لحد ما انا اللي اتبقيت. هم اصلا كان الدور بتاع سامي اكسيد الكربون كانوا عايزين بنت كبيره يعني في سني مثلا دلوقتي، لكن جم كده خدوني 5 سنين. اللي هو انت في سنك كبيره يعني، في سنك دلوقتي اللي هو كام سنه 11. دلوقتي يا عبيد مش كبيره قوي. وبعد كده انكل اكرم فريد شافني واختارني، دكتور فريد النقراشي هو اللي دربني على التمثيل، ودخلت بقى مثلت مع انكل هاني رمزي. يعني دكتور فريد ما دربك على التمثيل بس ساعه الكاستنج قالوا لك تعملي حاجه مثلي حاجه ولا عادي؟ لا لا لا، هم شافوني قعدوا يتكلموا معايا شويه وسالوا مامي كده على شويه معلومات وتفاصيل، وبعد كده خدوني ومثلت بقى مع انكل هاني رمزي. طب اول يوم عملتي ازاي؟ اول يوم يعني كنت مبسوطه طبعا جدا، وحفظت السكريبت. احنا لسه عندنا 4 سنين. عندنا كام بقى واحنا كان داخلين؟ ساعتها عندي 5 سنين. غيرنا بقى. وبعد كده دخلت ومثلت، كان اول مشهد اللي هو بتاع سامي يا سماسيمو سامي يا سماسيمو، هو ده كان اول مشهد، فدخلت ومثلته حلو وانبسطوا مني وكده. سامي يا سماسيمو سامي يا سماسيمو سامي يا سماسيمو سماسيمو، انت مين؟ انا ساندي. ساندي مين؟ ايه ده؟ ايه عليك؟ انا كنت فاكره انك اول ما تشوفني قلبك هيدق دم 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 ومشاعرك هتتحرك كده. ايه هو ده؟ ايه اللي قلبك هيدق ومشاعرك هتتحرك كده؟ اكيد انت فاهم حاجه غلط. بص لي كويس. ابص ايه يا حبيبتي؟ انا للكبار فقط. حبيبتك؟ قلت حبيبتك، كنت متاكده انك هتحس بيا. مشهد العياط ده بقى هو كان اصعب مشهد. عملتيه ازاي بقى؟ هو فكروني بجدتي الله يرحمها، وبعد كده بقى لقوني فجأة كده رحت معيطة كده على جنب لوحدي، ورحت عاملة بقى المشهد وعيطتي قدام الكاميرا. طب لما عملتي حلو بقى كافئوكي بايه؟ عملوا ايه؟ عملوا لك ايه؟ سقفوا لي بقى وبتاع، وهم انا اصلا لما انكل هاني رمزي هو بيقول ان هو بابايا في الفن، فكل لما نعمل مشهد حلو اديله شوكولاته. انت اللي بتديله؟ انا اللي بديله. يا حليله الله، ده قاعد يقلبك بقى. كان في شوكولاته كده كل لما يعملوا حاجه حلوه، انكل هاني عملت المشهد ده حلو اتفضل شوكولاته. يا حبيب قلبي. مامي مش هتصدقي بابي قال لي ايه. بابي قال لي انك لما تخفي ممكن تيجي تعيشي عندنا. مامي انت ما بتصحيش ليه يا مامي؟